بس تعالوا تعالوا نشوف بيان النادي الاهلي بخصوص طبعا اللي تقدم فيه طبعا بواجب العزاء لأليو ديانج. النادي الاهلي ومجلس ادارته يتقدمون بخالص تعازي لأليو ديانج في وفاه والده. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والساده اعضاء مجلس اداره وقطاع كره القدم يتقدمون بخالص التعازي الى لاعب الفريق الاول لكره القدم أليو ديانج في وفاه المغفور له والده، داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائله الكريمه الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون. طبعا تبقى يعني ظروف صعبه وقاسيه جدا فقدان اي من الوالدين سواء الاب او الام. نتمنى ان شاء الله انه يعني يلهم أليو ديانج وعائلته واسرته الكريمه الصبر والسلوان ويعدي من هذه الازمه ان شاء الله باذن الله في اسرع وقت. واحد من اهم لعيبه النادي الاهلي، واحد من اكثر اللعيبه الحقيقه المخلصين اللي حازوا على ثقه جماهير النادي الاهلي في خلال فتره بسيطه جدا، وواحد من اللعيبه الافارقه او المحترفين عموما اللي تالقوا في صفوف النادي الاهلي على مدار سنوات طويله وكان صاحب انجازات حقيقيه. بالتاكيد نتمنى له ان شاء الله المسانده ايضا والدعم من جماهير النادي.